البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شنو كتعاودوا؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده يا ربي. باغمي لي ميساج اللي صيفطتيو ليا البنات كتسولوني على الحجبان والشفار ديالي. باش نكون معكم البنات واقعيه، انا الشفار ما كنلصقهمش، اول حاجه ما كنعرفش كيفاش، ثاني حاجه نهار حاولت نلصقهم في الصالون واحد النهار منين حليت عيني حسيت بهم ثقال بزاف وبرسطوني وحيدتهم في نفس الوقت. فانا من هذاك الوقت كنستعمل غير الزيوت اللي كيطولوا الشفار وكيخليوهم ينمو بالكثره. وبالنسبه للحجبان كذلك فانا كيعجبوني يكونوا غلاط كما كتشوفوا حيت كيبانوا ناتوريل وهذوك الرقاق ما كيجيوش معايا. وبالنسبه للناس اللي ما تينوضوش ليهم الحجبان، كاينين شي اماكن كي يعني الشعر ما تينوضش فيها، فانا جبت لكم الوصفه اللي غادي تخليو حجبانكم عامرين كاملين ونايض فيهم الشعر. اجيو نشوفوا الوصفات ديالنا اليوم ونرجع لكم من بعد. بالنسبه للوصفه ديال الحواجب كنحتاجوا لراس ديال الثومه محكوك. الثومه كتساعد على الكثافه ديال الحواجب والقوه ديالها، وكيساهم ايضا في طلوع الشعر في الاماكن الفارغه حيت فيه بزاف ديال المضادات الاكسده والمركبات الطبيعيه. وعندنا كذلك زيت الصبار او زيت الالوفيرا، راه كيرطب الشعر ديال الحواجب وكيعيد ليه الحيويه وكيحارب التساقط حيت كيحتوي على فيتامينات اللي كتقوي البصيله ديال الحواجب. ثالث مكون معنا هو زيت الكوكونيت او زيت الجوز الهند. بالنسبه لهذا الزيت راه كيتميز بغناء بالبروتينات المختلفه وكذلك العناصر الغذائيه وفيه الحديد، هذاك الشيء علاش كيعزز نمو الحاجبين وكيجعلهم اكثر كثافه. وغنحتاجوا ماسكارا تكون مغسوله مزيان، الشيته ديالها او ريسيل، ولا بواط فاش غنديروا الخليط. غادي نبداو ناخذوا هذيك الثومه، هذاك الراس اللي محكوك، نزيدوا عليه زيت الصبار او الالوفيرا ونخلطوا. ومن بعد كذلك نزيدوا زيت الكوكونيت ونخلطوا كل شيء البنات، ونديروهم في الثلاجه باش يرتاحوا لمده ديال ساعه او ساعه ونص باش هذيك الثومه تطلق في الزيوت. وعاد من بعد غنديروهم في لابواط اللي غادي نبداو نستعملوا. بالنسبه لثاني وصفه ديال الشفار او ديال الرموش، غنحتاجوا البصله محكوكه، غادي نصفيوها وناخذوا الماء ديالها. الماء ديال البصل راه مليء بالعناصر الغذائيه والمعادن اللي كيحتاجها الرمش للنمو، فمنين كنستعملوا هذا الماء ديال البصل الشفار راه كيعزز النمو ديال الشعر اللي كيكون من الجذور. وتاني حاجه عندنا زيت الزيتون. زيت الزيتون كيحتوي على مجموعه ديال الفيتامينات الاساسيه والضروريه لنمو الشعر، هذاك الشيء علاش كنستعملوه الرمش باش كيقلل من احتماليه الوقوع ديالها. اخر شيء عندنا زيت الخروع الغني عن التعريف للشعر، راه كيحتوي على مستويات عاليه من حمض الريستونيك اللي كيساعد في تسريع نمو الرموش واصلاح التالف منها. وكذلك غادي نحتاجوا الى العصا او الشيته ديال الماسكارا او ديال الريسيل تكون مغسوله، ونقدروا نستعملوا ديال الوصفه اللي قبل منا لانه بجوجهم ديال الشعر. غادي نبداو نصايبوا الوصفه. غادي ناخذوا الماء ديال البصل اللي عندنا، غنزيدوا عليه هذوك الزيوت ديال اللي هما زيت الخروع وزيت الزيتون، وغادي نخلط كل شيء وغنديروا في هذيك لابواط اللي غادي نبدا نستعمل. هاد الوصفه راه زوينه بزاف للشفار وكتعطي نتيجه في مده قليله، يعني كيبان لكم الفرق بانه الشفار بداو كينمو من جديد. البنات ها هو الخليط ديالنا ديال الثومه اللي صايبنا الحجبان، كنخليوها واحد المده ديال ساعه في الثلاجه حتى كترتاح وكتطلق هذيك الثومه في الزيوت. من بعد كنشدوها بالفرشات ديالنا وكنبداو نستعملوا على الحجبان ديالنا، وناكدوا على الاماكن اللي بغينا انه تنوض فيها الشعر، يعني نديروها بحال هكا مزيان ونخليوها لمده ديال ساعه او ساعتين، ومن بعد نغسلوها بالماء ما يكونش بارد، يعني الماء الدافي. وبالنسبه للخلطه الثانيه ديال الشفار، ها هما الزيوت اللي كنا صايبنا حتى هما بنفس الطريقه، واخا غادي يحرقوكم شويه عينيكم البنات، فغادي تاخذوا بهالطريقه غادي ديروا الفرشات ديالكم او الشيطه وغتبداو ترسلوا بها حجبانكم للفوق، ومن بعد تخليوها البنات حتى هي ساعه او ساعتين ومن بعد تمسحوها. وهذه هي الطريقه ديال الوصفات اليوم.
كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وديروا الوصفات. وبالنسبه للوصفه الاولى ديال الحجبان، يعني ديروها اي وقت تكونوا مساليين وتخليوها في الثلاجه في لابواط ديالها، وبني ديروها واخا ديروها بالثومه على الشفار على الحجبان ديالكم فهي مزيانه. اما بالنسبه للبصله وديال الشفار فملي كدار في الثلاجه راه ما كتبقاش قاصحه، يعني من بعد ثاني استعمال ما كتحرقكش في عينيك. فجربوهما البنات وصيفطوا لي الميساج وعطوني الاراء ديالكم. وبالنسبه للبنات الجداد ما تنساوش تشتركوا في القناه باش توصلوا بالجديد، ونشوفكم على خير الفيديو الجديد ان شاء الله.